التوظيف العمومي الجهوي. اليوم كاين عندنا جوج فئات، كاين فئه ديال المؤطرين النظام الاساسي العام للوظيفه العموميه، والنظام الاساسي للاكاديميات اللي كيضمننا هذا التوظيف العمومي الجهوي. وهذا التوظيف العمومي الجهوي كيضمن واحد العدد ديال الحقوق اللي عبرت عليها قبل قليل. اللي مهم بعد المصادقه على هذا النظام الاساسي الجديد، واللي بغيت نذكر بان المصادقه تمت بالاجماع في 10 اكاديميات جهويه للتربيه والتكوين، وبالاغلبيه المطلقه في جوج ديال الاكاديميات. بعد هذه المصادقه انهينا من وتخلينا على هذا التعاقد، وتحذف هذا المفرد ديال التعاقد في النظام الاساسي، ومرينا من واحد النظام الاساسي اللي كان عندنا تقريبا 54 ماده الى 113 ديال المواد. دونك باش تكون عندكم واحد الفكره على مدى التطوير ومدى ديال التجويد. وفي هذا الاطار ضمننا في واحد الماده الادماج التلقائي لكل هاد الاساتذه. هذاك الملحق اللي كنا كنطلبوهم باش يوقعوه بعد مضي سنتين بعد التعاقد الاولي في 2016 ما بقاش، انتهى. اليوم ما بقى لا ملحق لا والو. اليوم الحمد لله كاينه واحد الماده اللي غادي يدمجهم تلقائيا في الوظيفه العموميه الجهويه. وكنكرر على هذه الكلمه، الوظيفه العموميه الجهويه.